بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى عترتك الميامين، خاصة ولدك المهدي، واللعن على أعدائكم إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن الطرق والأساليب لمعالجة المشاكل الزوجية، مشاكل اللي تحدث في البيت. أول باب لرفع المشاكل المعرفة. الزوجة تعرف زوجها والزوج يعرف زوجته، يعني لازم تعرف أن الرجل بما هو رجل شنو يريد من المرأة، شنو يرغب في المرأة، شنو يتمنى في المرأة، في الزوجة. والزوجة بالعكس، الرجل عليها أن يعرف في الزوجة ما هي وما هو شخصيتها. قلت لك شخصية الزوجة إن كانت سيدة نساء عالمها سارة، شخصية هذه المرأة هي امرأة ليست إلا هي مرأة. إبراهيم خليل الرحمن هم لازم يبقى يعاملها كما هي، مو يفتح له مدارس ومناشئ ونشأة وتربية وكذا، لا، إبراهيم الله يقول له بقيها كما هي، فداو عياهن بالسكوت، وإذا قالت لك شيء اسمع منها، تقبل منها هذا الكلام. وإن كان أن أخذ إبراهيم زوجته وهاجر إلى بلاد بلقع، إلى بلاد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهاجر وولده يتركه في تلك البلاد الصحراء القاحلة ويرجع إلى الشامات من دون زوجته الثانية. فإذن الزوجة المرأة هي هذه كما هي، ولا بد أن نعيش مع هذه المرأة في الحياة ونستفيد من العظيم عواطفها الكبير الجياشة اللي الرجل ما له سكن من دونها. الرجل ترى مضطرب إذا ما عنده زوجة، إذا ما يتزوج يبقى إنسان مضطرب، يبقى إنسان ساقط عن عين رسول الله، عن عين الإمام المهدي. رسول الله كان إذا يشوف له شاب ما متزوج يقول له سقطت عن عيني، هذا إنسان ساقط. ليش ساقط؟ لأن إنسان الرجل الواحد مو كامل، الله الواحد الكامل فقط، الأحد فقط الكامل، ما سوى الله الخليقة كلهم خلقناكم أزواجا، كلنا اثنين اثنين، بالاثنينية نكمل، أنا بزوجتي أكمل، زوجتي بي تكمل. فيبقى أنت إنسان ساقط، وتبقى هي أيضا إنسانة ساقطة عن عين الإمام المهدي سلام الله عليه، ساقطة بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، مو بالتعبير الدارج، أنا أقول يعني ما لها الشأن اللي الله ارتضاها له، والرجل ما له ذاك الشأن اللي أراده الله له. إذن إحنا كل همتنا إبقاء هذه الحياة الزوجية ورفع هذه المشاكل. المشاكل ما لازم تطول ولازم ترفع سريعا. أنت إذا عندك ثوب، هذا الثوب المفروض يبقى نظيف، يبقى مكوي. إذا هذا الثوب صار عليه دم شو تسوي له؟ تروح تجيب دم تغسله بالدم؟ لا، لأن هذا راح يزيد الدم عليه. إنما تجيب مي زلال طاهر، وكل ما كان المي أنقى يكون رفع الدم أسرع وأطهر. إذا كان مي مطر مثلا غسل الثوب يكون جدا أنقى. يا أخي حياة الزوجية، الزوجة هي الثوب للزوج، هذا مو تعبيري أنا، تعبير الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم، هذا ثوبك يا أخي، ثوبك لازم يتوسخ. ما معقولة حياة زوجية ما فيها مشاجرات، ما معقولة. بس أنت في حين المشاجرة قم مقدار اللي الله مطيك حلم تستعمل الحلم، قلت لك أسكت لا تحكي قد ما تقدر، لا تحكي، لكن إذا صار آل الأمر للكلام والتحدث جيب المي واغسل هذا الثوب، مو تجيب دم، مو زيد الدم دم وزيد الطين بلة. فإذن كيف إحنا نعالج مشاكلنا الزوجية؟ قلت لك بالمعرفة. المرأة إلها أبواب للوصول إلى قلبها.
أولا هذه الكلمات الرنانة، كلمات الحب، خاصة كلمة الحب، هذه كلمة الحب لا تبخل بها على زوجتك يوميا، تقول لها أحبك. يعني ممكن اليوم حبك إلها مو بمستوى أمس، أمس كنت أنت منتعش وحقيقة كلمات الحب تطايرت من لسانك ومن عينك ومن أطراف أناملك، تطايرت يعني الحب، يعني كان في مستوى والقمة. اليوم أنت ضايج مالك ذاك، بس اليوم أيضا أنت دواء ووقاية تحتاج إلى هذه الكلمات أن تدب وتزرقها في هذه الحياة الزوجية. الكلمات جدا ترطب وتجعل الحياة حميمية، ولا تبخل بها أبدا. القبلة، شوف قد تأكيد أكو في الدين الشريف في القبلة. القبلة هي المودة، يعني أظهار الحب من النفس. خب هذه القبلة أنت انصرها، انصرها على أولادك، على زوجتك، انصرها. فرد واحد جاء يا رسول الله، قال يا رسول الله أنا كل عمري ما قبلت أولادي بناتي. النبي التفت إلى أصحابه قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، هذا كل عمره ما مقبل أولاده. هذا شنو من تربية يتربى هذا الطفل في حجر هكذا أب قاسي، هكذا أب يعني لا يوزع الحنان والحب على أهل بيته. خب أنت تريد بقاء هذه العائلة على مستوى من القمة، على مستوى رفيع من العواطف الجياشة، تقدر تربي بيه. لو طفل يتيم عايش في متاهات تجيبه إلى هذه العائلة، يتبدل إلى إنسان كامل ناضج، تحتاج إلى هذه القبولات، إلى هذه المحبة، إلى هذه الكلمات. هذه المرأة تريد تسمع منك هذه الكلمة، تريد تسمع منك كلمة أحبك، تنتظر يوميا. لا تقول بارحة قلت، لا تقول أمس، أول أمس أسبوع الماضي أنا قلت أحبش، لا، هو مو فرد خبر تريد توصل لي إياه، هو إنما حياة يومية، حياة يومي ودم يدب في عروق هذه الحياة الزوجية. فهذه أيضا أحد الوقايات. ثم أنه الهدايا، الهدية تجيب محبة، وتأتي للزوجة بالهدية. هذه الهدية خاصة إذا كانت وردة، دائما الزوجات يتذكرن هذه الوردة في حياتهن من الزوج أو أي شيء آخر. يعني أنت إذا دخلت لبيتك، أصل دخولك للبيت أي مرة طلعت من الدار رجعت إلى الدار، حتى لو كانت ساعة زمان لا أكثر، أكيدا أجلب وياك شيء إلى الدار. المرأة تتوقع أن زوجها يأتي إلى الدار معه شيء. إبراهيم خليل الرحمن إجا من سفر، فهو جاي ما ويا شيء، فانحنى شال حجر، حجر ملى بهذا الحجر هذا الأكياس اللي كانت على حماره، ملأه حجر طويل وحجر مدور، لأن زوجته من بعيد تريد تشوف هذا الزوج من جاي مليء وجاي معه وفرة. هذه اللحظات الفرح أنت لازم تخلقها في قلب زوجتك، خاصة أول لقاء اللي يكون بين الزوج والزوجة. أول لقاء يعني هذه العشر دقائق الأولى أنت لا تهتم، حتى لو عندك أكبر اهتمام في البيت، لا تهتم بأي شيء في البيت سوى زوجتك. قبل روح لها، هي في المطبخ، هي في الغرفة، هي مع أولادها، رأسا روح لها وحدثها وكلمها بما جرى خارج الدار، اللي تريد تنتقي من الأخبار. الأخبار السارة عادة تنقى، الأخبار الجيدة تنقى، الأخبار اللي تبعث في الحياة روح الحيوية النشاط، هذا جيبه، الخبر جيبه، الخبر السار جيبه في البيت. دائما هيئ خبر، دائما جيب شيء، إذا ماكو خبر تفقد، أنت اسأل. المهم العشر دقائق الأول، إن الساعة الأولى خصصها لهذه الزوجة، بعدين اشتغل بأي شيء شئت، فإنك قد ملأت هذا الفراغ، فراغ اللي هي من الصبح للظهر منتظرة زوجها يجي، وانت ما تعرف شنو من مكانة مكنونة دفينة عندك في قلب
زوجتك، أريد تحيي هذه المكانة، أريد تعرف هذه المكانة، أريد تعرف قدرك، وإن كان لم يجري على لسانها هذه المكانة، ولكن هذا الطيب موجود في قلب أي زوجة تجاه زوجته، تجاه زوجها. إبراهيم طبعا دخل ومعه هذه الأكياس المملوءة، وطبعا حياء من زوجته ذهب إلى المطبخ، وهذه الأكياس هو ذهب به إلى المطبخ، لكن بمعجزة ربانية الله تبارك وتعالى أمر تلك الأحجار تبدلت إلى جزر وإلى نعم بطاط. اللي من ذاك الحين الله تعالى خلق الجزر، هسه خلق الله تبارك وتعالى لكل شيء بحجة بأسلوب بشيء، خلق الجزر كان هكذا أصله. إذن أنا أقول أنه نتعلم من الأنبياء كيف نراعي أمور ظريفة دقيقة أنيقة صغيرة، ولكنها هي مفاتيح لحل مشاكل كبيرة وعدم الانزلاق في مشاكل عظيمة. دائما نعرف أن زوجتك هي الضيفة في بيتك وفي دارك، الضيف والضيفة تحتاج إلى إكرام، الضيف يحتاج إلى إكرام، عدم الإهانة، أن لا يهان، خاصة إذا عندكم أولاد في الدار في البيت أو صار عندكم أولاد، مقابل الأولاد أبدا لا تهان المرأة، لأن من حق الولد، هذا مو حق المرأة، حق الولد على والده أن يكرم أمه، تكرم أمه. خب تكرم أمه ممكن يبدأ بالكنية، تكنيها ما تسميها باسمها، يا أم فلان تناديها بكنيتها، وثم تكرمها بالهدايا وكلمات العواطف الجياشة والحب وغير ذلك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.